نحتفل هذه السنة بذكرى 22 لاعتلاء جلالة الملك محمد السادس نصره الله العرش. ومما لا شك فيه أن مناسبة الاحتفاء والاحتفال تكون مناسبة لاستعراض الحصيلة والتوجه للمستقبل. إذا كانت السنوات الأولى لاعتلاء جلالة الملكة العرش حملت مجموعة من الدلالات المهمة للمساواة بين الجنسين، المصالحة، التجديد، دمقرطة المؤسسات، والحديث عن المشاركة في السلطة وغيرها. فإن هذه السنوات الأخيرة أبانت عن حصيلة جد مهمة أدت إلى تأكيد قوة ومناعة المؤسسات في المغرب، استقلال السلطة عن بعضها، استقلال السلطة القضائية، تفعيل برامج تنموية وتقييمها ونحن على المحك، وفي العلاقات الدولية بانت قوة وتماسك هذه المؤسسات، بانت في نظرة الآخرين لنا. اليوم يعتبر المغرب خاصة مع ما عشناه من الحراك وغيره، يعتبر المغرب تلك الدولة القوية العادلة المتضامنة بمبادرات جلالة الملك. اليوم يمكن أن نلخص مبادرات جلالة الملك، وقد كانت مسألة الجائحة، وقد كانت مسألة الجوار والخصومات التي لنا مع جيراننا، وقد كانت ظروف عشتها البشرية برمتها، أجمع كافة الملاحظين على أن جلالة الملك كان له أولا الدور الاستباقي في معالجة هذه الجائحة على قساوتها، كان له الدور التعبوي التضامني ديال المجتمع، صندوق التضامن حتى لا تنعكس على الفئات الهشة، كان له كذلك كل المصطلحات المرتبطة بالصمود والمقاومة والتمنيع، أي تمنيع المجتمع من الجائحة. أنتم تشوفوا الفاكسان في نصنا، أي مواجهة كل الأطماع الخارجية في المغرب والدفاع عن الوحدة الترابية، أي كل المصطلحات المرتبطة بالمقاومة والصمود والدفاع عن الوحدة الترابية، كما الدفاع عن الإنسان وعن صحته وعن معيشه، كانت بالفعل هي العنوان العريض لهذه السنة، والتي لا شك أنها تؤشر لتنمية وتقدم، وخاصة والشعب المغربي يناقش اليوم المشروع التنموي الجديد الذي طالب جلالة الملك بالدخول فيه مباشرة بعد الاستحقاقات القادمة.